بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بكره ان شاء الله هيكون في مباراتين مهمين جدا في كاس العرب، مباراه بتجمع بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري، ومباراه بتجمع ما بين بطل افريقيا الجزائر مع بطل اسيا قطر. وهنا عايزين نتكلم شويه على ماتش قطر والجزائر، علشان خاطر في بعض من الاخوه الجزائريين فاهمين ان هم هيروحوا لمباراه اقرب لحفله صيد، والموضوع هيكون سهل جدا قدام منتخب قطر. وعايز اقول لك ان الموضوع مش بالسهوله دي. احنا قاعدين نتكلم على ان عرب افريقيا اقوى بكتير من عرب اسيا، بس قطر لا تنطبق عليها القصه دي تماما، لان قطر عندها لعيبه مجنسين من عرب افريقيا، وعندها لعيبه مجنسين من اوروبا، وعندها كمان افضليه ان هي لعبت ضد كل المنتخبات اللي ممكن تتخيلها، اوروبيه افريقيه لامريكا الجنوبيه، شاركوا في كل حاجه ممكن تتخيلها من ساعه ما خدوا بطولة اسيا الاخيرة اللي كانت في الامارات. فالموضوع بالنسبة لمباراة قطر والجزائر، الماتش هيكون قوي جدا، والماتش هيكون بيتلعب على جزئيات صغيرة، وانا بتمنى شخصيا من السيد مجيد بوجرة ان هو يحل المشكلة بتاعت الكرات الثابتة عنده، لان لعيب زي خورخي بو علام هيشكل لك مشاكل كتير جدا في الكرة الثابتة. فانت لو ما حلتش المشاكل بتاع الوقوف وبتاع انك تسلم اللعيبه للعيبه الطوال، هتلاقي مشاكل كتيره جدا، لان خورخي بو علام مش بيرحم في الكرة الثابته. خورخي بو علام وبسام الراوي وعبد الكريم حسن ثلاثي خط دفاع كويس جدا في المنتخب القطري، وراهم طبعا سعد الشيب. منتخب قطر بيحب يلعب 3-4-2-1 او 3-4-1-2، وممكن يلعب 4-4-2. المنتخب القطري مع فيليكس سانشيز لعب كل حاجه، بس وليكن مثلا هو يلعب زي المباراتين الاخرتين، لعب قدام الامارات كده ولعب قدام العراق كده، لعب 3-4-1-2. فاحنا هنعتبر ان الراجل ممكن يلعب بكره بال 3-4-1-2. هتلاقي همام موجود على الطرف، وفي نص الملعب عبد الكريم حاتم، و لا عبد العزيز حاتم اسف، و كريم بوضيف. بص، هي نوستالجيا كده، لان المنتخب الجزائري هيلعب ضد فرقه اقوى حاجه فيها ثلاث لعيبه جزائريين، سواء كريم بوضيف او بسام الراوي او خورخي بو علام. دول بالنسبه لي اقوى ثلاث لعيبه موجودين في الخط الخلفي وفي نص الملعب بالنسبه للمنتخب القطري. اما في الشق الهجومي فالمعز علي معروف كويس قوي ان هو راجل سوداني، والراجل بيتميز بالسرعه والقوه والتهديف، وجنبه اكرم عفيف، وتحتيه بيلعب حسن العيدروس، واسماعيل محمد بديل لبيدرو. بدرو مش موجود علشان خاطر مصاب، فاسماعيل محمد هيلعب مكانه. كده المنتخب القطري تقدر تخاف من التشكيله دي من مين؟ الشق الهجومي طبعا من اكرم عفيف ومن المعز علي، وتحتيهم حسن العيدروس، لان منتخب قطر اغلب الوقت في الماتشات الكبيره بيقرر ان هو يدافع بسبع لعيبه ويهاجم بس بالثلاث لعيبه اللي موجودين قدام، اكرم وحسن العيدروس والمعز علي. فانت هتلاقي مشكله كبيره جدا في الكرات المرتده. الكرات المرتده ان اتمنى لعيبه المنتخب الجزائري ما تحاولش ان هي تبني من تحت بكل اريحيه وبكل برود وبكل ثقه، لان لو اتفرجت على ماتش الامارات وقطر هتلاقي ان اكرم عفيف قطع من المساك بتاع المنتخب الاماراتي، وهتلاقيه برده كان بيقطع في الماتشات بتاع العراق، وهتلاقي ان هم اغلب لعبهم على الجوات المرتده. احنا لما اتكلمنا عن المنتخب القطري كنا بنقول المنتخب القطري بيتميز انه فريق منظم وفريق مش بيقدم كره جميله، لكنه بيقدم نتائج وبيقدم اداء دفاعي يجبرك انك تحترم مدرب فليكس سانشيز. فالمنتخب القطري عنده قوه في الشق الدفاعي، وعنده قوه ان المجموعه دي ما اتغيرتش، يعني المجموعه دي ما اتغيرش فيها مثلا حد غير بيدرو الاصابه. فالمجموعه دي مستمره لوقت طويل، المجموعه دي بتشتغل مع بعض من وقت طويل، المجموعه دي عندها ثقه غير طبيعيه، المجموعه دي لسه طالعه من مكسب مخيف قدام الامارات بخماسيه، فالمجموعه دي هتشكل لك مشاكل، خصوصا كمان ان انت زي ما اتكلمنا عندك مشاكل في الشق الدفاعي في الكره الثابته. سواء توجاي او بدران او بن عياده، اللي انا بتمنى ان هو يثبت بكره وما يعملش واجبات هجوميه، يا بن عياده يثبت يلاقي ان الياس شتي هو اللي ثابت، لان المنتخب الجزائري مفترض ان هو يثبت اثنين مساكين مع لعيب مع لعيب باك، علشان خاطر تلاقي ان في تامين دفاعي، لانك لو فتحت الملعب قدام منتخب قطر وهاجمت من الطرفين صدقني هتواجه صعوبه كبيره جدا في المرتدات. بن دبكه وحسام الدين مرزوقي عندهم بكره خناقه في نص الملعب ضد خورخي وضد عبد العزيز حاتم، فاتمنى ان هم يكسبوها بصراحه، لان انا زي ما متفق معاك في البدايه انا اتمنى ان انا اشوف نهائي شمال افريقي، اتمنى اشوف الجزائر تونس، الجزائر مصر، اتمنى اشوف نهائي شمال افريقي. ما تمناش خالص ان المنتخب الجزائري يدخل مباراه مستهون بالمنتخب القطري، لانه جاي من فوز كبير جدا قدام المغرب. كنا بنتكلم على ان المنتخب المغربي كان مرشح لانه كان بيلعب مع بعضه، لانه بس ماتش المغرب والجزائر غير ماتش الجزائر وقطر. ماتش المغرب والجزائر ممكن تلاقي الروح والعزيمه
مش هقول لك ان غير شمال افريقيا غير ماتش قطر والجزائر، لان انت عارف كويس قوي ان الروح والقلب والعزيمه اللي ممكن يخلصوا ماتش ديربي شمال افريقي، ممكن تلاقي ان هم خيشوا معاك في ماتش قطر باستسهال وشويه غرور ان احنا كسبنا المغرب واحنا خلاص عملنا التارجت اللي بالنسبه لنا ان احنا نكسب المغرب. لا، انت جاي تارجت تاخد كاس العرب، فانت مش جاي تارجت انك تكسب المنتخب المغربي بس، لا احنا محتاجين نفوق بقى مع بعض. المنتخب الجزائري بكره اكبر اضافه ممكن تحصل ان يرجع بغداد بنجاح، واتمنى ان بغداد يمشي زي ما حصلت في حاله حمدي فتحي. حمدي كان عنده شكاك في المخ برده، غاب ماتش وبعد كده رجع الماتش الثاني، فاتمنى ان حمدي فتحي وبغداد بنجاح يكون حالتهم مماثله وبغداد ياخد التصريح الطبي بكره ويشارك قدام المنتخب القطري. هيكون موجود اعتقد البلايلي على طرف وياسين ابراهيم يصنع العاب، والناحيه الثانيه طيب مزياني اللي قدم ماتش كويس جدا قدام المنتخب المغربي. اتمنى ان المنتخب الجزائري ما يستسهلش الماتش، كلعيبه، واتمنى كمدير فني زي ما جيت بجره يحل لي مشاكل الكره السابقه، لان انت اتلعب عليك 3 4 كور خطيره في ماتش المغرب عنوانها كلها كانت كرات ثابته، ضربات ركنيه وكرات فاولات. اتمنى انك تحاول تحل الموضوع ده كمدير فني. ممكن تحط جمال بالعمري وتلعب 3 تحت، ممكن تحط بالعمري مكان توجاي، ممكن تحط بالعمري مكان عبد العزيز بدران، عبد القادر بدران، اسفي بس عادي يعني مش مهم. المهم ان انت هتحل لي مشكله الكرات الثابته، علشان خاطر لازم بالنسبه لي اشوف المنتخب الجزائري في المباراه النهائيه. اتمنى لعيبه الجزائر يكونوا باردين شويه، لان انت هتلاقي تحكيم بيجامل شويه اصحاب الارض، ودي حاجه معروفه جدا في موضوع البطولات العربيه والبطولات العالميه ان صاحب الارض كده كده بيتجامل وصاحب الارض بياخد حق اكبر من حقه تحكيميا، فانت لازم ترفض الموضوع دي. واتمنى ان الماتش ما يسرقكش وما تحاولش ان انت تسرق بدري هدف، ولما الهدف يتاخر تلاقي ان في لعبقه حصل. عايز بكره تكون هادي وبارد وبتعمل كل حاجه في الملعب بكل هدوء، وده بصراحه اتمنى ان هو يكون شغل مدير فني. ما اتمناش ان الموضوع يتساب للعيبه، لان ماتش المغرب اتساب للعيبه واللعيبه قدروا ان هم يحسموه. اتمنى انك ماتش قطر كما جيت بجره تقدر انت تخلصه كمدير فني وتحط اسمك بخطوط كبيره جدا وخطوط عريضه ان المدرب ده مدرب محترم، مدرب جاي للكره الجزائريه. اتمنى بصراحه. وانت بقى تتمنى ايه يا عزيزي؟ وبعد ما كلنا بتمنينا كده ممكن تعمل لك الفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك، وفي الحالتين لا تنسى الاشتراك في القناه لتساعد اخيك للوصول ل 15000 عزيز. او شكرا لكل الناس اللي بتشترك في القناه من غير ما الواحد ما يقولها، وشكرا للناس اللي بتعمل لايكات، وشكرا للناس اللي بتعمل دعم على راس والله يا عزيز، وشكرا برضو للناس اللي بتهاجم برضو على راس النار.